يقع جامع سليمان حمزة في نهج سليمان حمزة قبالة الجامع الكبير، وهو قبلي المفتح، يحده من جهة الجوف المجال السكني، ومن جهة الغرب زنقة نافذة تتصل بالجهة البحرية الشمالية. ويعود تأسيس الجامع حسب الوثائق المتوفرة بأرشيف أملاك الدولة إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر سنة 1826، وهو من بناء سليمان حمزة، وهو أحد أحفاد سليمان حمزة الذي قام بالاشتراك مع أخيه مصطفى حمزة بتأسيس المسجد الجامع الرئيسي بالمدينة، والذي نسب فيما بعد إلى هذا الأخير، أي جامع مصطفى حمزة. هما دائر ابنوه، هما الاثنين وابنوه زوز إخوة، الحاج مصطفى وحاج سليمان. بعد وفاه الجامع هذاك تسمى باسم الحاج مصطفى. ولده سليمان، ولد الحاج سليمان، من غير قال كيفاش بابا وعمي يبنيوا الجامعة مع بعضهم، وتسمى باسم عمي وبابا مطروح. جي هذا سليمان، ولد الحاج سليمان، بنى الجامعة هذا، سماه باسم سليمان بن حاج سليمان حمزة. يمكن تقسيم المعلم إلى ثلاث وحدات معمارية، فبيت الصلاة محاط بواسطة صحنين يمتد الأول على ضلعها الشرقي ويرسم شكلا مستطيلا، أما الصحن الثاني فيحد بيت الصلاة من جهة القبلة وهو يمتد بشكل طولي بين الشرق والغرب. ويحتل بيت الصلاة الركن الشمالي الغربي من المعلم، وهو يمتد على مساحة تقترب أبعادها من التربيع، في حين ترتفع المئذنة بالزاوية الجنوبية الغربية من الصحن القبلي، والميضات تقع على الضلع الشرقي من الصحن. ويفتح جامع سليمان حمزة على واجهتين تمتد الواجهة الرئيسية بطريقة طولية بين الشرق والغرب على الضلع القبلي للمعلم، يخترق محورها مدخل طولي يفضي إلى الصحن الشرقي. وقد وقع تجديد هذه الواجهة خلال السنوات الأخيرة بشكل كامل تقريبا، لتعوض الواجهة الأولى القائمة على وجود مدخلين متوازيين يفضيان عبر مدرجين إلى أرضية الصحن الشرقي. ويفضي المدخل الخارجي إلى صحن مكشوف يتقدم بيت الصلاة من جهة الشرق، وهو يمتد على مساحة طولية بين القبلة والجوف، وتمسح حوالي 130 متراً مربعاً. وقد أحدث في أقصى ضلعه الجوفي من جهة الغرب رواق طولي بين الشرق والغرب، طوله أكثر من 5 أمتار وعرضه قرابة 3 أمتار، وواجهته على شاكلة عقدين متتابعين يرتكزان على اسطوانة يصل ارتفاعها إلى أكثر من متر، وهو مسقوف بواسطة قبوين متقاطعين. ومن الداخل تحصل أضلع بيت الصلاة بين زواياها مساحة تقترب من التربيع قياسها حوالي 12 متر على 12 متر، وتنقسم إلى 5 بلاطات متعامدة مع جدار القبلة و5 بلاطات متوازية معه. عرض كل بلاطة أكثر من 2 متر، وتتتابع فيها 16 اسطوانة متجانسة يصل ارتفاعها إلى حوالي 2 متر، قطرها إلى 30 سنتيمترا، تحمل على أكتافها تيجانا عثمانية تزوق أركانها 4 دوائر محززة، وتشدها من الأسفل ورقة ذات فلقتين، كما يزوق صدر واجهاتها 4 هلال عثماني.
ويرتكز مجموع الأعمدة في بيت صلاة جامع سليمان حمزة على قواعد مربعة. وبيت الصلاة مسقوف بواسطة أقبية متقاطعة مشدودة في أسفلها عبر عدد من الأقواس المتجاوزة القائمة على تراكب حجارة حرش مهندمة وبارزة يفصل بين فقراتها تجويف طفيف. يتوسط المحراب محور جدار القبلة، وقد جاء داخل إطار مستطيل من حجارة الحرش التي تحصر بين أطرافها حنية رسمت هيئة قوس متجاوز حليت عقدته عبر ضفيرة بارزة وملأت حشوتيه مربعات القاشان الصغيرة. ويستند عقد المحراب إلى عمودين يصل ارتفاعهما إلى متر، يرتكزان بدورهما على قواعد دائرية مجوفة ويرفعان تيجانا عثمانية. وعلى الجانب الشرقي والغربي من المحراب تخترق حائط القبلة نافذتين ترسمان هيئة مستطيل بطول حوالي مترين وعرض 1 متر، وهما تعملان على إضاءة بيت الصلاة، وقد جاءتا داخل إطار مستطيل مدرج يتشكل في أعلاه من حجارة الحرش المهندمة والمتوسطة الحجم. في الجهة الغربية للمحراب نجد المنبر الذي يعيد أهم الملامح التي ميزت جامع مصطفى حمزة تقريباً، وهو مبني بواسطة حجارة الكذال مما جعله يتحول إلى أحد العناصر الثابتة داخل بيت الصلاة. يصعد إلى أعلى المنبر عبر قوس على شكل حدوة فرس، وترتكز على عمودين اسطوانيين يبلغ ارتفاعهما أكثر من متر، ويفتح هذا القوس على 9 درجات تصلنا بأعلى المنبر أين بسطت راحة صغيرة يغطيها سقف هرمي. ولقد شهد بيت الصلاة خلال السنوات الأخيرة عمليات توسعة، وذلك من خلال إضافة قسم خاص بالنساء من الجهة الغربية، وتقسيم بيت الصلاة بطريقة عمودية عبر سقف خشبي أدى إلى إضافة قسم علوي. تحتل المئذنة الزاوية الغربية من الصحن القبلي، ويصل ارتفاعها إلى 17 متراً تقريباً، وقد أعيد بناء قسمها العلوي خلال أشغال الترميم الأخيرة التي شهدها المعلم.
ويرتفع القسم الأصلي منها على قاعدة مربعة تنتهي في أعلاها بأحرف مدرجة، وقد جاء على هيئة برج مثمن الأضلاع يصل فيه عرض الواجهة إلى أكثر من متر. أما أطراف المئذنة البارزة فقد قدت من تراصف حجارة الحرش المتوسطة الأبعاد، والتي تحصر بين أطرافها لوحة تتشكل من تراكب حجارة حرش صغيرة الحجم، يتصدرها محراب أصم جاءت حنيته على شاكلة عقد نصف دائري، وينفذ إلى داخل الصومعة عبر مدخل شرقي أبعاده أكثر من متر للطول و55 سنتيمترا للعرض. يعتبر هذا المعلم الديني ثاني أهم مسجد جامع بفضاء شبه الجزيرة طوال الفترة الحديثة، وهو مؤرخ بطريقة جيدة من خلال وثائق الأرشيف التي تعيده إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر. يعتبر جامع الحاج مصطفى أحد أهم المعالم الدينية في المهدية، ويعود القسم الرئيسي من بيت صلاته إلى سنة 1778، وهو مسجد متوسط الحجم أنشئ على أنقاض مسجد صغير يعود إلى بدايات الفترة الحفصية، وهو يحتل منذ تلك الفترة موقعاً مركزياً داخل المجال التجاري، خاصة بعد تحول المدينة إلى مركز تجاري هام. وقد شهد المعلم عمليات توسعة أفقدته تخطيطه الأصلي، امتدت على الجانب الغربي من بيت الصلاة، وقد شهد المعلم عمليات توسعة أفقدته تخطيطه الأصلي، امتدت على الجانب الغربي من بيت الصلاة، وشملت إضافة بلاطتين سنة 1914 وقسماً خاصاً بالنساء خلال السنوات الأخيرة، وقع إحداثه مكان عدد من الدكاكين التي كانت تمتد على الضلع الغربي من المسجد. كما شملت عمليات التوسعة أيضاً الصحن الشرقي والميضات، وذلك على حساب مخزن كان يمثل مدخلاً لحمام البلدة.